القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطنية في مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث قامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر. ومسجد الحسين. ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائي واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، واستخدمت في أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج. يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة.